والله على ابو الزناف عيني يا مولاي ضرب الخناجر ولا حكم النادل بيا هو سايق عليك النبي هون متى تدفني بين القبور الخضور وتزور يوميا هو لولا ليكم يا أهلي هو لجي أنا البيت أشسي على ركبتي وكحل عيونه أما أن طلة تعودوا بعد ما تعودنا عليكم عودوا ما هو كنتوا أخوة وأصحاب عودوا من يوم يوم هالدار لا بيها أخو ولا بن عم ولا بن خال عودوا ولا ارسلوا لنا نسمة من هوى الشام بيا وقت لو ما ردتوا تعودوا لا يا ريت تعودوا.